اسمح لي أشير إلى ما ذكره الدكتور يحيى الكبيسي والأستاذ حيدر الملا. أنا أتفق معهم، ولأول مرة ربما في قضية كتابة الدستور كتب بأيادي مرتجفة وتنظر إلى الخلف إلى الماضي، وربما تعمق الأزمة من الآخر. والطرف الفاعل الذي استفاد وخدع التحالف الشيعي والكرد عاشوا على هذه التناقضات وهم يخططون للانفصال، والجماعة مع الأسف لا إن أنا يقدمون التنازلات. الجماعة ما يخالف، أنا أحيي أستاذ كريم، أستاذ كريم أنا أحيي هذا الاتفاق، يعني فعلا اتفاق في الرأي غير مسبوق، مع خاصة مع الدكتور يحيى الكبيسي، لأن أنتم خصوم على الإعلام دائما في كل الفضائيات. ولكن بالمقابل هم لا يحملون فقط الكرد هذه المسؤولية، هناك طرف مستفيد، هناك طرفان مستفيدان مما وصل إليه العراق الآن، يتعاملان مع الموضوع بانتهازية وبراغماتية، أحدهما كردي والآخر طرف شيعي، وبالتالي أنتم جزء من هذه الأزمة وجزء مسؤول جدا. هذا طبعا كلام يحيى الكبيسي قبل قليل. أحسنت، وأنا أضيف له مخرجات التحالفات والتنازلات والمصالح وتعميق أزمة الثقة مع الآخر بين يعني هلالين السنة، تعميق الثقة والأزمة الثقة هو حقيقة من أجل بعض الامتيازات، لكن هذا لا يعني أننا نستسلم لقضية القضم أو الضم التي يمارسها مسعود برزاني، ولا نستسلم إلى عملية اقتطاع العراق بهذه الطريقة الخطيرة. لذلك نحن نؤشر على أن هناك خلل بسبب التحالفات والاتفاقات وحتى كتابة الدستور، لكن هذا لا يعني أننا سوف نعطي المبرر لمسعود حتى يعبث ما يشاء. اليوم مسعود تجاوز القانون، اليوم بصراحة اليوم أصبح متمردا على الشرعية العراقية والدستور وحتى الشرعية الدولية. يعني مع الأسف نفتقد إلى ضيف أقليم كردستان، مع الأسف يعني أفتقد إلى ضيف من أقليم كردستان ليكون حاضرا للرد على هذا الموضوع، لأن هناك تحول حتى في الخطاب، كانوا شركاء والآن أصبحوا متمردين، بمقابل تحول بالخطاب آخر. أريد أسأل الدكتور يحيى الكبيسي وأسمع من عنده إجابة مقتبسة.